إسلام شتيوة طبعا إسلام شتيوة حول هذه المواجهة. تفضل إسلام. حسام مساء الخير مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من أحد شوارع العاصمة أين تنقلنا لمتابعة اللقاء مع جماهير المنتخب الوطني المتواجدون بقوة والذين لم يسعفهم الحظ للتواجد بالكاميرون ودعم المنتخب الوطني من هناك من الكاميرون. نقول أنصار المنتخب الوطني غير راضين بأداء المنتخب الوطني وبالوجه الذي ظهر به رفقاء محرز خلال أول مواجهة أمام سيراليون، نظرا لربما أفضلية المنتخب الوطني على الورق وكذلك للأداء الذي أبان عليه أشبال المنتخب الوطني جمل بالماضي. منذ الإطالة حسام نتنقل لرصد انطباعات بعض الأنصار الذين تابعوا اللقاء على الأعصاب. حسام خويا، شفنا الماتش اليوم، شفناكم قولوا كنتم مقلقين شوية، شفتوا الماتش على الأعصاب، واش كان خاص اليوم المنتخب الوطني؟ علاش ظهر بهذا الوجه؟ نقول السلام عليكم. قبل كل شيء يعني مباراة بان تكون صعيبة، لأن درس الصعوبة تاعها في أرضية الملعب أولا، أرضية الملعب، درس الرطوبة، التوقيت، التوقيت، حتى أن كيما نقول اللاعبين دخلوا بلا كونفيونس، يعني الواحد لعب بانو كذا دخلوا كيما نقول بلا كونفيونس. والله غالب إسبانيا الماتش الأول في 2010 خسرت.